انا من ساكنه ديال دوار جديد خياطه ديال الرشوش. كنا قبل ما يكون ترام كنا في قيصريه، قبل ما يتحول ترام والمرجان كانت قيصريه اولا تما كاينه. كنا في المرحله الاولى كانت بدات التحويله الاولى، كانوا حولونا لسوق الكلب، فيه كان سوق الكلب اول، فيه كاين دابا المشروع. تحولنا المرحله الاولى قلنا غنصبروا معنا حتى المرحله الثانيه. هادشي راه بدات تقريبا باش نقول لك واحد 20 عام دابا تقريبا باش بدات المرحله الاولى. تحولنا المرحله الاولى قالوا لنا حتى المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي باش جينا هنا للترام، جاو حطونا هنايا في الترام. قبل ما نتحولوا لهنايا كان داز احصاء ديال 2016 باش كان تحط المشروع ديال سيدنا. جاو عندنا حصاونا بالواحد بالواحد بالاسم والكنيه والزوجه ديالك والابناء ديالك يعني والعقود الزياده. يعني حنا فرحانين المشروع ديال سيدنا غادي تحط واحد المشروع باش نستافدوا وتستافد الساكنه وتستافدوا الناس ديال الخياطه اللي كما حنا كنحطوها برا كما كتشوفونا حنا باقين. يعني في هذه الحاله اللي كتشوفونا فيها دابا هي اللي كنا فيها اول مره وهي اللي باقين فيها دابا. حنا فرحانين وفرحه كاع الساكنه على اساس باش غادي نستافدوا، راه مشروع ملكي وغنستافدوا كاملين. اذا بيا كنتفاجئوا ملي تحول المشروع حط جينا لهنا 2019 دارت المرحله الثالثه. تحولوا الناس كنتسناو حتى حنا يعيطوا لينا باش نمشيو نستافدوا، ولقينا راسنا بان داك الشيء مشينا عند المسؤولين في العماله، جلسنا معاهم، جلسنا مع القائد، جلسنا مع هادو، قلنا بان انتم ديك الاحصاء اللي داروا لكم راه ما كانش احصاء رسمي، يعني انتم بحال عيط فلو عليكم هذاك الاحصاء ما داش. وحنا كنتفاجئوا بان كنلقاو الناس ما كانوش معنا في السوق كاينين تما، يعني الناس جات من جات بفلوسها شرات بالعربيه شراو السوق، جاو عندك الفلوس عطيني قد وقد عطاك محل. كانت 400 محل اللي كانت اللي تحصات في 2016 وانا حسبنا دابا لقينا 1600 حانوت. منين جات 1200 حانوت فين كانت؟ يعني هاد الناس اللي كانوا حنا ما كنعرفوهمش. دابا كندخل السوق يعني بنادم براني، انا كبرت في السوق وتزاديت في السوق وكنعيش في السوق، لان اصلا انا من ولد دوار جديد يعني كنسكن تما. يعني انا رباني ندور معاهم السوق نعطيهم واحد بواحد بالاسم بالاسم، لان يعني انا كنعرف الناس اللي تزادوا يعني برانيين. الناس جاو كيقلبوا على خدامه يدخلوهم تما. العيشه انت كتشوف احنا لما درتيش باراسول ما غاتجلسش، وعندك كل شهر غيمشي لك باراسول، لان هنا في المنطقه كاين ريح دار بحر كل ساعه كيتهرس لك باراسول. الا كانت الشتا ما غاتخدمش، كانت عشوي الشتا ما تخدمش. انت كتشوف انا داير الطاكيه داير ريال مداري عين البرد هو الاخر ما تقدرش تجلس. الا حيدت هذا الكارير ما نقدرش نجلس، غيضرب لي البرد هنايا. احنا كنا اصلا احنا دابا الدراري دابا الاغلبيه الدراري هنا من الساكنه تما، من ساكنه الدوار جديد. كنا ساكن دوار جديد وتنخدموا تما في السوق. خرجنا من الابتدائي بقينا خدامين في السوق صافي. كانوا عندنا بلايصات ديالنا خدامين المويكنات ديالنا. داز الاحصاء، حسنا القايد ومقدم بالتصاور ولا كارت وعقزيه ديال الوليدات. المهم خداو من عندنا الوثائق ديالنا كاملين صافي. مني السوق دابا يا مني حولونا جابونا لهنا. تنتسناو حنا بحالنا القرعه بحالنا بحال الناس، وحنا تنشوفوا الناس ما عمرهم مارسوا المهنه معانا. شادين اللي شاد اربعه الحوانت اللي شاد خمسه، حنا ما عرفناش كيفاش كسربوا داك الشيء. داك الحوان سربوا ما فهمناش حنا السلطه معلاش حنا ما عطاتناش، وواحد اخرين برانيين ما كانوش يمارسوا المهنه شادين الحوانت، حنا ما فهمناش هذا الشيء علاش. دابا اللي تنتمنى انا من سيدنا يوقف معنا، حيت نجنا كاع السلطات نجناهم تعطينا وعود كاذبه. حنا دابا هنا مريحين، راه ضربنا دابا العامين ونص وتما خدمنا تما ما عرفناش شي قنش واحد اخر. المهم حنايا شوف كلشي علينا مكارفصين، المهم كارفصين كلشي علينا، الشتا علينا والبرد علينا. ودابا حنا تنتمنى يسولوا الوضعيه ديالنا ما يخليوناش هكا. راه عندنا وليدات راه تنضطر، راه تنفيق في الصباح، راه تنجي خدمتي راه بحالي بحال داك المسؤول اللي تمشي خدمته انا خاصهم يديروا لي انا فين نخدم. ماشي داو اللي ما عمرو مارس المهنه معنا داو، وحنا اللي خدمنا تما من صغرنا وكبرنا تما ما استفدنا حتى شي حاجه. اخي راه حنايا تقهرنا بهاد الشمس هذا وتقهرنا بالبرد، راه عامين ونص وحنا في هذه المحنه هذه، راه تعذبنا شي شويه. الله يرحم الوالدين الى ما يشوفوا من حالنا غا من هاد القهره هاد. بغينا نستروا حتى حنايا بحال اللي بحال الناس اللي وحنايا كاينين قبل من شي وحدين تما وخداو الحوانت. حنا اللي ضاربين تما عمرنا ضربنا غير بدوار جديد في وسط السوق، وكبرنا في السوق، درنا ولادنا في السوق. المهم من هاد الشيء كامل الله يستر عليهم الا ما بغينا يحيدونا من يعطيونا شي حاجه حتى حنايا بحالنا بحال عباد الله. خويا القصه من الاول حنا كنا في الترام قبل ما يتبنى الترام حنايا، والتحويله الثانيه
حولونا من طرام حيدونا من تما، وحنا كانوا والدينا وكيديروا هذه الحرفه هذه، حنا خديناها من عندهم. الوالدين دابا كبروا، حنايا كنخدموا عليهم، حنا لما خدمناش على والدي راه ما كاينش اللي يخدم عليهم. اخويا جابونا هنايا موقاتين حيت كان هذاك المرض ديال كورونا، صافي فات اخويا ذاك المرض قال لك راه غادي نتحولوا. حنا تفاجئنا بالوعود الكاذبه، حنا القايد كان تيكذب علينا تيقول لنا راه غنديروا لكم بليصات زوينين، غندير لكم داكشي. حنا ملي شلنا دوك الكيوسكات وداكشي اللي كيتبنى حدا السوق كيسحابوا يديروه لينا حنايا. صقنا تفاجئنا بعطاو لشي وحدين، عطاوهم غير الموال الفرع، وشي وحدين بقاو عام مسدودين كيدخلوا لهم على الشمكاره والحوانت مسدودين لداخل. ملي كنجيو كنهضروا معاهم تمشيو نطلعوا للعماله تيقولك لا ما تهضروش لنا على السوق، حنا بغينا نعرفوا على ايش غنهضروا. مشينا كنهضروا معاهم تيقول لك شوفوا شي ارض نجيو نبنيوا ليكم. واش في هذا الزمان حنا اللي فيه كاين شي ارض غيجيو يبنيوا لينا؟ واش هذه يتقبلها العقل؟ وحنا خويا راه حنا من الاوائل، انا راه ود الدوار جديد اصلي، والناس اللي معانا هنا حتى هما مساكن راه مكرفسين، ودابا راه الشتا والبرد هنايا راك عارف دابا هاد الوقيته ديال الشتا ما عندنا باش نتغطاو، وحنا تنلقاو هنايا الشتا والبرد وكل شيء علينا حنايا. فهمتي اخويا؟ حنا القايد كان تيوعدنا غيدير لنا بليصات زوينين وغيقادنا، زعما لقينا على البراني هو اللي لقينا استافد، حنا اللي من حقنا نستافدو وما استافدناش. راه الطرام حنا قرابين ليه، راه يعني هذا الشارع حنايا راه رئيسي، راه العالم كيشوفنا، فهمتي؟ راه حشومه، وراه حنا دابا لقيناها في الخلا، انت الا دورتي الكاميرا ليا راه غتلقاها الخلا هنايا، والسوق اللي كان هنا راه تحيي.